Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Masih, Pak. Yang ngasih nama kita siapa, Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak, itu bukan saya. Tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang, bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut Wali Ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka gak ngerti. Yang ngerti wali namanya Ghaus. لا يعلمها إلا الله ويفتري على شاب خالد الجيلاني هذا الرجل يفتري على شاب خالد الجيلاني افتراء كبير كيف يا أخي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كيف روح هذا يدخل هذا بعدين غوص علامة الساعة وكذا لا يعلمها إلا الله علامة الساعة الله علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ليس كل العلامات حتى لو بعض المفسرين أهل التصوير يقولون الله علم الجميع ولكن ما أمر بجميع تبليغ الجميع النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يعلمها إلا الله أنت من أنت تكون أنت غوث تكون أنت ولي أنت مجرم أنت مجرم تأخذ فلوس من الناس وتجمع فلوس من الناس وتعالوا وبعدين تسجل مساكين وفقراء وتأخذ منه فلوس تبيع أنت بعت دينك بالدينار نعوذ بالله لقد كفرت بالله هذا كذب وافتراء يفتري على الرسول يفتري على سيد الخالد الجيلاني يفتري على نفسه باع دينه بدينارين انتهى